إذن خلق ندرة عن طريق هذه العوامل، وهذا خلق الندرة أدت إلى نقص في التمويل في لوامار في السوق، وبعد ولا الشيء تنعكس في الأسعار، وهذه حاجة طبيعية تصيب أمريكان تصيب اليابان تصيب أي دولة. ولكن مع ذلك الدولة دائما في كل مرة تحاول تحسن هذا الوضع وتخفف من هذا الضغط تحالفات. شنو داروا؟ مثلا اللي عندهم 30,000 دينار درعوا لهم لياجي، حاولوا يزيدوا الرقم الاستدلالي، حاولوا يديروا منحة البطالة. عندكم منحة البطالة ما ديرها بعد ولا ناميه؟ كاش دولة ناميه دابا؟